عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فلا ناهية تجعلوا فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف يؤتى بها للتفريق بين الواو التي للمفرد والواو التي للجمع. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، البيت هو ما يلجأ إليه الإنسان لراحته ونومه، وهذا البيت يختلف من عصر إلى عصر ومن حال إلى حال، فهناك من بيته خيام، من بيته من طين، من بيته من اسمنت وحديد، ومن بيته من هو أعظم وأعظم من هذا، ولذا أطلق هنا من أجل أن يعم الجميع. والنهي يقتضي التحريم كما هي القاعدة في الأصول، إلا إذا وجد ما يصرف هذا النهي ولا صارف له هنا، فيكون الحكم تحريم اتخاذ البيوت قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى هذه الجملة؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اتخاذ البيوت قبور نوعان: النوع الأول أن يدفن في البيت بعض أهله أو من غيره أو من غير أهل البيت، وهذا هو ظاهر الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا هو المعنى الأول في اتخاذ البيوت قبور. المعنى الثاني: لا تترك العبادة في البيت حتى لا تشبه القبور. فهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلا للعبادة، والمقصود لعبادة الله عز وجل، أما عبادة غيره فهذا مفروغ منه. لو قال قائل أنى لكم هذا المعنى، فإن هذه الجملة تدل على المعنى الأول أكثر من دلالتها على المعنى الثاني، بل هي أظهر وأظهر. فالجواب عن هذا مر معنا في الفقه، يجاب عن هذا بأنه جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واستدل بهذا البخاري رحمه الله على أن القبور ليست محلا للصلاة ولا للعبادة، وتعقب على البخاري بأن لفظة الحديث لا تتخذوها قبورا بمعنى لا تصلوا في هذه القبور، وهذا التعقيب معقب عليه، إذ جاءت رواية عند مسلم هذا ولا تتخذوها مقابر، بينما ما جاء في الصحيحين قبورا. هذه الجملة يندرج تحتها المعنيان السابقان، وأما بالنسبة للمعنى الأول حتى تظهر الفائدة وتظهر المعلومة، أما بالنسبة للأمر الأول فإن ظاهر النص يدل عليه، وأما الأمر الثاني فإن ظاهر النص لم يدل عليه، وإنما دلت عليه قرينة وهي الجملة السابقة، وهذا ما يسمى بالتأويل أو ما يسمى بالمؤول عند الأصوليين، وهو أن يعدل عن ظاهر اللفظ الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. وهنا وجدت القرينة أو وجد الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يستفيد منها المعنيان السابقان، لكن المعنى الثاني له وجه أقوى، كما أن المعنى الأول له وجه أقوى باعتبار ظاهر النص، فإن ظاهر النص يقضي بأن البيوت لا تتخذ قبورا بمعنى أن لا يدفن فيها، لكن المعنى الثاني أخذ من قرينة الجملة التي قبلها. هنا ألا يستفاد من هذه الجملة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد؟ بلى، لكن أهي أظهر في المعنى الثاني أم في المعنى الأول؟ في المعنى الثاني، لأنها عبادة الله عز وجل عند القبور، والبيوت هنا تشمل أي بيت، سواء كان البناء من خشب أو من جريد أو من طين أو من حديد فهو شامل. وكلمة بيوت أضيفت، والإضافة إضافة المفرد إلى معرفة
وهو الكاف الضمير تدل على العموم، سواء كان البيت صغيرا أم كبيرا، سواء كان البيت لعظيم أم حقير فهو شأن. فأي بيت لا يجوز أن يتخذ قبرا. القاعدة أن الكلمة إذا أضيفت إلى معرفة تدل على العموم.